في المسألة الاجتماعية هناك ارتباط اليومي طبعا للمسألة الاجتماعية ولنا فيها تصور إن مجموع ما يرصده مشروع القانون المالي للقطاعات الاجتماعية يبلغ 50% من الميزانية العامة، وهذا تعبير عن إشغال الحكومة بهذا الجانب. إنها إن هناك إنجازات هامة لا يمكننا سوى دعمها، وفي هذه المجالات فإن المشاريع لا يحمل مبادرة كل في شأنها تحقيق وتقدم الملموس على هذه المستويات من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رغم خسارها ورغم عدم نجاحها على كل أقطاع البلاد. إننا نلمس الإرادة السياسية القوية لتدبير أكثر في هذا المجال، وندعو إلى تجميع كل مكونات هذا القطاع ليكون مسؤولا ومن حق ومتضامنا. لذلك اقترحنا خلال مناقشة التصريح الحكومي تجميع هذه الإمكانيات المتشتتة عبر عدة متدخلين ضمن نظام حقيقي فعال وموحد للمساعدة الاجتماعية ترصد له ميزانية تناسب ضخامة أهميته. في المجال الفلاحي كذلك ذكرنا من خلال تصريحنا إن انشغالنا بالعالم القروي بالمسألة الفلاحية لا يمليه فقط طبيعة مجلسنا، بل كذلك لثقل النشاط الفلاحي في الاقتصاد الوطني وتأثيراته على مجال الحياة الاقتصادية. فلافتين الانتباه إلى أن ارتباط الفلاحة بالعالم القروي شيء أساسي، لافتين انتباه إلى أن 75% من الفقراء مرسياتون من العالم القروي، إلى أن العالم القروي يشغل 40% يحتل مسافة 40% من القوة الشغيلة في البلاد، إلى أن ساكنته ما زالت مستقرة في 46%. وانطلاقا من ذلك فإن الاهتمام بالفلاحة الوطنية ليس مجرد اهتمام قطاعي، بل أساس صيانة سلامة الاقتصاد الوطني. إن الظرفية الدولية تتميز بارتفاع اعتماد المنتوجات الفلاحية بشكل ملموس، سواء ما يتعلق بالحبوب، الزيوت النباتية والسكر ومسحوق الحبيب الحليب. وفي كل هذه المنتوجات يسجل المغرب خصاصة لا يقل عن 50% من حاجيته الفلاحية، واضطررنا لاستيراد هذه المنتوجات الفلاحية الأساسية جعل صادراتنا الفلاحية لا تغطي سوى 50%. إننا نلفت الانتباه من جديد إلى إشكالية وجوب الحكومة لتأمين الأمن الغذائي للبلاد. إن دعم الفلاحة الوطنية مسألة اقتصادية قبل أن تكون اجتماعية، لا بد من الرجوع إلى سياسة الدعم الفلاحية. فهناك دول متقدمة والليبرالية تدعم فلاحتها حفاظا على توازنها الاقتصادية وأمنها الغذائي، ونحن نعتبر أن عملية تحرير الاقتصاد الفلاحي لا تناسب الوضع الراهن للبلاد وهشاشته. إننا نلاحظ تراجع الدولة عن التدخل، وحتى المكاتب الجهوية تأخذ بعدا ذو طابع تجاري مالي معه، كما أن خصصة عدد من الشركات التي أنشئت لدعم الفلاحة كانت لها نتائج سلبية في هذا المجال. إننا نسجل هذه الملاحظات للتنبيه إلى ضرورة شعور الحكومة بالخطورة باستشعار الحكومة خاصة على مستوى الأمن الغذائي، وضرورة مراجعة السياسة الفلاحية ووضع سياسية فلاحية مندمجة حقيقية. في الجهوية إنها ورش يهمنا كمستشارين، هناك مستشارين بالدرجة الأولى لارتباطاته بمشاغلنا اليومية كمنتخبين. وما يمكن أن نسجله من جديد في هذا الإطار هو رغم عزم الحكومة على توسيع صلاحيات التمثيلية المحلية للوزارة في اتجاه تطوير اللامركزية وتوسيع نحو سياسة التعاقدية بين الإدارات المركزية ومصالح الخارجية. إنها إرادات نتمنى أن تستمر. وفي الختام نؤكد أن التوجه العام للمشروع خاصة ولسياسة الحكومة عامة توجه إيجابي على العموم، ما دام أنه يرسخ المكتسبات ويطمح إلى توسيعها ويواصل مسلسل الإصلاحات ويتطلع إلى آفاق جديدة واعدة. نعمل جميعا على بروارة مضامنها بالحوار، بالملاحظات، بمقترحات، وحتى بالنقد الهادف إلى البناء وإلى دعم عمل الحكومة والدفع به إلى الأمام وتقوية أدائها لتكون في مستوى رفع التحديات والرهانات المطروحة علينا وعلى بلادنا، وعلى مستوى خطابات ونداءات جلالة الملك. وطموحنا الكبير جميعا في المغربين متقدمين ديمقراطي حداثي مندمج في عصره ومحيطه الدولي بقوته ومناعته، وضامن لحق كل أبنائه في الحياة الكريمة مهما كانت مواقعهم في المجتمع الاجتماعي والمجالي. وشكرا لكم. شكرا سيد الرئيس.